جيت حطوا ما جيت الموضوع حطونك معي ايش دخل احمد مامي صدق صل على النبي هو انت ما قلت الناصر ان ماجد بيقدمها لحاله انا ما بقدر الحربي ما قابلته قابل محمد محسن هو اللي اعطاني العلم واعطيته حل وانت وعش وين انا بس اشرح لك اللي جاي لا هبت تم انا بسام اصبر على بس والله لحق في صوت اقطع السالفه بس ايش التليفون اسمع الصوت بس بس عيال في صوت في صوت واحد الناصر يعني اني اللي في صوت في صوت اصبر نمشي امشوا تعالوا 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 من هم ضالة أرحب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عدنا ون يسكبا ترتوي منه الضبا يا بداية الجمال كله صلى الله عليه وسلم يا هلا الحسين كله ما شاء الله ما شاء الله جهر في البنات جهر في البنات يوم عادت بالجديد بالنوادر والمفاجأة هذا الشيخ اي الله يستر ايض الله وجي يا حد يا حد الله يصلحك لا لا ماما روحي براس روحي براس انت تجيني زي روحي هناك انا في الجاله انا اختي تجيني لي انا الله يجعلني هزت الله اصبر 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 ما شاء الله تبارك الرحمن الجاه سيدي قربي عشان اختس منيره الله يحييكم اختس منيره طبعا ايش اسمه لا لا محمد طيب الحمد لله انسى تكسيت وتكون شيء زين متى مدرسه ها بعد بكره بعد بكره يعني ايش يا هادي يعني ايش يعني تبغى تخرب الجو لا انا اتوقع لانك قلت مدرسه اي انت خربت لا اشوف اسهل بس الله يحييكم يا اخواني واخواتي مرحب والله ومسهلا شرفتونا وجبتوا لي الهديه هذه الحلوه طبعا يا الربع قولوا ايش حالكم قولوا ايش حالكم تكلموا هذا تراهم يستحون يا الربع ولا انهم ملسونات ابي هذه تغني ارجو ولارجي من حفظتها ايش القصيده يا الجور اللي تبين تقولينها اغنيتك ذيك قوليها ها قوليها دندني عكس يلا قولي يلا يا دنع نزل اطلعوا جيهم هذا الكيس لا لا الكيس الكيس يلا يا ماما يلا قولي هذا هادي فهد كلهم الشباب هذول ها اي قولي المايك يصير هوس. دقيقة خلت صار طيب اسمي من أكثر واحد تتابعونه أكثر واحد تابع. بعد. طيب بعدي أنا. هذا يا أخواتي ممتازات. تابعونه ونقول يا مايستر. طيب. علمتوهم عندنا انت تشوفون اصلا انه هو يستاهل هديه جيبوا له هديه ايوه يستاهل واجد ولا شوي واجد ها اوكي طب كده طالع حقه ذاك الباطل النزال يلا ولك خلاص انا نسيت ايش
قصيده يعني. يقولوا مش قصيده. يلا اعطينا قصيده. يلا قصيده القصيده. يلا يلا اعطينا القصيده. ايش ايش مصوت ليش؟ لا يلا اعطيني يلا ارجي يلا يلا قولي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. صالح على رجلي من رجت لها بما الرجال لقط ما خيب رجا ما مرجا. سلام جلال جليل تعالى لا وقصد وانصاهي والجاهلين. يا سلام كل الله يرحمه كل الله يرحمه ما شاء الله. طبعا هذا الاب الروحي حقنا صالح بلوي. اب الروحي يعني مو بس اب الروحي. اواظب بالله من عنوك خليني بشوفك. لا انت قولي قولي لا لا قولي معها قولي وش عليكم الروح كيف حالك مرحبا ومسهلا الله يحييك قول الله يسلمك الله يسلمك الله يوفقك. ها وش الخطه غني غني يلا غني كلنا تعال والله ما انت بخوي اسمعوا يا خان عندكم لحظه صمت يقول يلا عندنا تعال والله ما هو بخوي. طيب الحين عندنا الادب بنروح في ذمت امانه يلا جرب 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 فكر هديه فكر فكر وش هديه ما فكيت فكر هديه هذه بعد ما في ذمه يا الربع ترى انا اول مره انا اول مره دقيقه دقيقه فهمت خلاص بعد لا لا بغيت اصادر كل شيء انا ايوه والله نحسب ان الكاي تاكل بيه برا الله ياكل شو اسمه جدي يسلم عليك بس يقول شو اسمه جدي ما يبي يدخل لا جدي ايه ايش قال ام يا عبي شعري لا 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 تقول ها صححنا الاخطاء والحين بتقولها. يقول جدي يسلم عليك بس صح محمد من النوم. سلام عليك. اسمع النصيحه يا بهد. اسمد محمد الصلاه. هي كذا الصلاه صح؟ طيب بس هو قال النوم عندنا كلمة عندنا كلمة هو غشس قال النوم ولا جدس يقصد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والله ابشري بسم الله الرحمن الرحيم يقول فيه رسالة هنا من القلوب الدع فين احمد احنا دقيق دقيق يقول هكذا ابتدت الرواية لنجم حكايتنا اتى محمد صانع للضحكة ومكمل البهجة حتى تردد صوته في ارجاء القرية وبدا تارت تلو الاخرى بالابداع والتميز خلال فقرات التمثيل والتدريب والانشاط ليصنع إنجازا عظيما وطموحا جديدا فقد دشن أول فيلم أخرج من مصنع النجوم وهو فيلم الهروب أبدعت وتلوت الإبداع بالتميز والنجاح ومتأكدين بأن بقية الطريق ستصبح نجما تفخر بك الشاشات والمحافل. مبارك وصولك لنهاية محطة الظهور الأولى منتظرين متأملين منك لإكمال مسيرة لا يحذوها أي تعب وانكسار ولا حتى وقوف. تحياتي فريق دعمك البطل يعني والله أبدعك. طبعا يقول تتقدم والدة محمد آل دنعة وفريق الدعم بتقديم كل من صالح بلوي عبد الرحمن العزيزي وإعطاهم الضوء الأخضر أيوه أيوه للتعامل مع نجمنا محمد بالأداة التي سلمت لهم في حال تم تأخره عن البث أو عدم الظهور بسبب النوم والاختفاء والدخول المنطقة المحظورة مقدمين تعاونهم معنا حياتنا الطيبة لكم. طيب انا والله كان ودي اني اقراها قبل لا ايوه اداه ويني اداه ويني ما في اداه ويني طلع اداه طبعا
والله يجعلني اني ايض الله يجيكم. يلا قوموا صورة مع الشباب. يلا صورة وبعدها سوف ننتقل الى المرحلة الثانية. دقيقة دقيقة يلا يلا شل.